السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنتعلم مع بعض ازاي نرسم دايرة بدون استخدام برجل اللي هو الفرجار. يعني لو انا مش معايا كومباس وعايز ارسم دايرة هرسمها ازاي؟ مش هنتعلم بطريقة واحدة ولا طريقتين، لا احنا هنتعلم ان شاء الله بست طرق. مش بس كده، لا كمان لو معانا دايرة وعايزين نحدد المركز بتاعها هنحدده ازاي؟ يلا مع بعض، تعالوا مع بعض نشوف الطريقة الاولى. الطريقة الاولى هستخدم فيها ورقة، وعندي قطعه يعني مسطره كده هقطع بيها جزء من الورقه. همسك الورقه هتنيها، اتني كمان مره علشان خاطر تبقى الورقه قويه. هجيب قلم هحدد فتحه كده، هعمل خرم كده يروح محدد لي دون ايه اللي هو يعتبر هثبت فيه مركز الدائرة. لو انا عايز ارسم الدائرة نص قطرها 3 سنتي مثلا، يبقى هقف كده قدام الصفر واجي قدام الثلاثة هعمل نقطة كده، يبقى هعمل الفتحة بتاعتي عن النقطة اللي انا حددتها، يبقى دون ايه نص القطر اللي هو الراديوس اللي هو 3 سنتي. هجيب الورقة اللي انا عايز ارسم عليها الدائرة، هجيب قلم اثبت بيه فين في المركز، هحدد الاول المركز بتاعي فين، وعلشان لو الورقه اتحركت مني ابقى عارف المركز بتاعي فين. هثبت في المركز، هقف عليه كده وهاجي بالقلم اللي انا هرسم بيه اروح راسم الدايره. هتطلع دايره طول مصر قطرها 3 سنتي زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نشوف مع بعض طريقه ثانيه لرسم الدايره. هستخدم في الطريقة دي مسطرة، وياريت يكون سنها حد شوية، وقلم. هجيب الورقة اللي انا عايز ارسم عليها الدايرة، هحدد المركز اللي انا هثبت فيه، هاجي اثبت بالسن بتاع المسطرة في المركز وابتدي ارسم الدايرة بتاعتي. تطلع الدايرة بالمنظر ده، او هنقول نفس الفكرة بشكل تاني. هجيب الست سكوير واحدد الاول مركز الدايرة اللي انا هثبت عنده، واقف بالست سكوير في المركز بتاع الدائرة، وبعد كده اروح راسم الدايرة بتاعتي. كل ما كانت الورقة اللي انا برسم عليها قوية شوية، كل ما ايه ما هتساعدني في الدورانات دي، تطلع الدايرة بالمنظر ده. الطريقة التالتة علشان نرسم الدايرة هستخدم فيها قلمين. ادي الورقة اللي انا هرسم عليها الدايرة، هحدد المركز بتاعي مركز الدائرة، همسك القلمين كده هثبت في مركز الدائرة وابتدي الف وارسم الدايرة بتاعتي. هتطلع الدايرة بالمنظر ده. الطريقة الرابعة علشان نرسم دايرة من غير برجل، هنستخدم تثبيت اليد. هنجيب قلم والورقة اللي احنا هنرسم عليها الدايرة، بثبت في الورقة بصباعي كده وابتدي الف الدايرة. ابتدي الف الورقة كده عشان ترسم الدايرة. طبعا بتحتاج ورقة تكون قوية شوية علشان خاطر تقدر تلف معايا. الطريقة الخامسة عشان نرسم الدايرة، بنحتاج فيها خيط أو حبل، هنقطع منه جزء كده يعني يكون طوله مناسب. لما تيجي تعمل تربطهم في بعض ما تعملهوش كبير جدا، ليه؟ لأن ده نص قطر، خد بالك القطر هيبقى مضروب في اتنين، فاحنا هنكبرها بس شوية عشان نعرف نربط. هنروح رابطين كده، ده كده هيبقى نص القطر بتاعنا، هو كبير نسبيا. طبعا انت ممكن تصغر حسب الحاجة. هنجيب نحدد السنتر بتاعنا اللي هو مركز الدايرة، علشان خاطر لو القلم اتحرك اعرف اثبت فيه تاني. هثبت هنا في السنتر، طبعا برسم بايديا اليمين لو انا ايمن، لو انا اشول ارسم بايديا الشمال. ابتدي الف كده، ادي الدايرة طلعت دايرة جميلة.
طريقة رقم 6 عشان نرسم دايرة بنحتاج فيها 3 أقلام و 3 أستك. هنمسك أول قلمين هنربطهم مع بعض كده من فوق كده نلفهم. هنبتدي نعمل الاتنين دول مع بعض، نثبت القلمين دول كده مع بعض. ناخد بالنا هو خد شكل الايه، شكل البرجل. هجيب الورقة اللي انا هرسم عليها الدايرة بتاعتي، احدد المركز بتاعي، هنثبت في المركز، نرسم الدايرة كأني برسم ببرجل بالظبط. شوف لو اتحركت انا عارف المركز بتاعي فين. دلوقتي بقى جه وقتنا لو احنا عندنا دايرة مرسومة وعايز احدد المركز بتاعها، هحدده ازاي؟ هعتمد على فكرة هندسية طبعا نظرية احنا عارفينها كلنا بتوع الماس وبتوع الرياضيات. هنعمل زاوية قايمة كأني هرسم زاوية محيطية قياسها 90 درجة، او بنسميها inscribed angle its measure equals 90 degree right angle triangle، او بنرسم يعني اللي هو ايه، كأننا بنعمل مثلث قائم الزاوية. يبقى نحط ادي الزاوية القائمة، هي زاوية محيطية، او بنقولها بالانجليش inscribed angle قياسها 90 درجة. ادي الضلع بتاعها الاولاني، الضلع التاني، يقطعوا السيركل فين، يقطعوا الدايرة فين. هروح راسم الخط دون. طالما الزاوية 90 درجة محيطية يبقى الضلع المقابل لها هيكون قطر. طيب هنرسم زاوية تانية في أي اتجاه أنت عايزه، أهم حاجة تظبط إن راس الزاوية الفيرتكس بتاعتها تكون على الدايرة، تكون inscribed angle. أدي الضلع الأولاني أهو هيقطع هنا في نقطة، وهنا هيقطع هنا في الحتة دي، أروح راسمهم مع بعض. ده قطر هيعدي على السنتر بتاع السيركل، وده قطر هيعدي على السنتر بتاع السيركل، المستقيمين لا يتقاطعان إلا في نقطة واحدة، هيبقى هي دي السنتر بتاع السيركل، سواء هتسميه ميم بالعربي أو هتسميه إم اللي هو السنتر أوف ذا سيركل. لو كنت استفدت معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة، تعمل علامة لايك، اشترك معانا وتفعل علامة الجرس عشان يصلك كل جديد. أتمنى تكونوا استفدتوا بالحلقة بتاعت النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.